الله فيكم، كيف حالكم؟ بلاي ستيشن 5 تقريبا الحين من اقرب الاشياء اللي موجوده، واحلى شيء بعد ايش؟ انك تقدر تربط جهازك الجوال معه وتستخدمه باشياء رهيبه عن طريق تطبيق بلاي ستيشن الجديد. اليوم راح اوريكم الاشياء الجديده والقديمه اللي كانت موجوده في تطبيق البلاي ستيشن. خلونا نشوف مع بعض. اول مسج لدخولك في التطبيق راح يجيك مسج يقول لك اذا انت ربطته بجهاز قديم راح يجيك يقول لك اختار من الاجهزه اللي انت ربطتها فيه، واذا ما ربطتها بيطلب منك انك تربطها. هنا طبعا بختار الجهاز اللي انا ربطته فيه. اذا عندي اكثر من جهاز طالع الوقت متى اخر واحد شبكت فيه، زي انا بختار الحين منذ 12 ساعه. بنفتح لك صفحه التطبيق. اول شيء لاحظه فوق عندكم اصدقاء يلعبون، يوريك الالعاب اللي حاليا اصدقاء قاعدين يلعبون فيها زي ما تشوفون، وايضا اذا كان الجهاز اللي يستخدمه بلاي ستيشن 4 او جهاز البلاي ستيشن 5. ولما تضغط على صديقك يمديك تشوف الالعاب اللي لعبها مسبقا، وبعدين لما تنزل عند قائمتك انت بتلقى الالعاب اللي انت لعبتها اخر واحدة. وتقدر بعد انك لما تضغط على اسم اللعبة انها تجيك معلومات كثيرة عنها، مثل اللغات المستخدمة فيها والترجمات المستخدمة فيها واي معلومات ثانية لها علاقة في اللعبة بتلقاها بهذه الصفحة. وايضا اذا ضغط على زر التروفي راح يطلع لك التروفيات اللي انت طلعتها في اللعبة هذه، وأيضا التروفيات اللي أنت ما طلعتها، ويضغط على التروفي اللي طلعته راح يعطيك هو إيش نوع التروفي وإيش اسمه وأي معلومات ثانية عنه. وبعدين لما نروح في قائمة الأصدقاء فوق على اليمين تضغط عليها تجيك هذه القائمة زي ما تشوفون، يوريك إن الأصدقاء حقينك موجودين وأي جهاز يلعبون وأي لعبة جالسين يلعبون فيها حاليا. وحسها في نظام دردشات مدعم في الجهاز نفسه، يعني ما يحتاج انك تسوي تطبيق ثاني وتشبك فيه بحيث انك تسوي تشات مع اصدقائك، الحين صار بنفس التطبيق في تشات. وغير كذا في تشات صوتي ايضا، يعني تقدر تسولف مع اخوياك بالصوت والكلام اذا بغيته. واذا ضغطنا على الايقونه هذه راح ينقلنا الى صفحه البلوج والاخبار. صفحه البلوج راح يكون فيها العروض الموجوده والخصومات والاشياء الخاصه بالبلاي ستيشن، ولما نضغط على واحد منهم راح يفتح لنا الى صفحه خارجيه يوريك كل المعلومات اللي تحتاجها عن هذا الخبر اللي حطيناه. وايضا لو ضغطنا على الخبر الرسمي راح تجيك اخبار رسميه خاصه بالعاب بلاي ستيشن فوق بعض، وما لازم نضغط عليها لان الخبر يكون كله موجود ومكتوب قدامك في الصفحه. وبعدين تروح عند المتجر، المتجر طبعا يكون فيه العاب البلاي ستيشن 5 والعاب البلاي ستيشن 4 كلها تكون موجوده في هذا المتجر، وتقدر طبعا تدخل على اي واحده منهم وتشوف الالعاب اللي تناسبك. مثلا هنا بضغط على البلاي ستيشن 5 وشوف الالعاب الموجوده، هذا الالعاب فقط موجوده على جهاز بلاي ستيشن 5، معناتها ما تشتغل على جهاز بلاي ستيشن 4. زي ما تشوفون هذه الالعاب كثيره موجوده هنا، وايضا تقدر تروحون على قائمه بلاي ستيشن 4 تشوفون الالعاب اللي لها علاقه في البلاي ستيشن 4. بعدين ننتقل الى قائمه الالعاب الموجوده، هنا يوريك الالعاب اللي تم لعبها على جهازك او اجهزتك المختلفه، وايضا يوريك الالعاب اللي موجوده على الحساب حقك اللي تم شراؤها. وهنا تشوفون الالعاب اللي شريتوها، ونخلنا نختار لعبه 13 سنتر ريجس ريم. في ميزة مهمة هنا انك تقدر تشغل اللعبة من التطبيق نفسه بكل سهولة، وكل عليكم تسوونه انك تضغطون على الايقونة لعب على الجهاز، ولما تضغطه راح يجيك تنبيه يقول لك ان المفروض يكون الانترنت شغال على جهازك دائما، بعدها تشبك اللعبة ويشتغل الجهاز نفسه واللعبة تشتغل من نفسها على الجهاز تكون جاهزة انك تلعبها. وايضا تقدر تحمل العاب انت اوريدي شاريها من قبل، مثلا جريم فاندانجو ضغط عليها وحملتها الحين زي ما تشوفون التحميل سريع جدا حسب سرعة جهازك النت عندك في البيت، وهنا يوريك الوقت المتبقي 3 دقائق على ان تنتهي اللعبة تحميلها. خلنا نسرع الوقت شوي. زي ما تشوفون انتهى التحميل، واول ما ينتهي التحميل راح تكون اللعبة جاهزة للعب، يعني كأنك انت حملتها وانت الجهاز قدامك. وايضا تقدر تشتري اشياء من المتجر على طول عن طريق التطبيق. مثلا هنا اخترنا بوردرلاندز 3 واخترنا اضافه للمكتبه لان هذه اللعبه كانت عندي موجوده على بلاي ستيشن 4، وهنا بيعطيني الابجريد اللي بيصير حق بلاي ستيشن 5، وبعدين يفتح لي الصفحه اللي موجود فيها اني لازم اشتري اللعبه. طبعا هنا يعطيني من غير فلوس ان الترقيه تكون مجانيه على جهاز بلاي ستيشن 5. بيضغط كونفيرم بيرتشيز، وهنا راح يعطيني خيار يعني اني اكمل التسوق في الموجود في المتجر او اني اطلع واختار اني احمل اللعبه الى جهازي مباشره. في خاصية جديدة مرة حطوها في هذا الشيء، وهي خاصة فقط لأجهزة البلاي ستيشن 5، وهي إذا كنت تحاول تحمل لعبة من التطبيق إلى جهازك وكان الهارد ديسك في جهازك ممتلئ راح يعطيك إنذار يقولك ترى الهارد ديسك عندك ممتلئ زي ما تشوفون. وكل عليك تسويه هنا بكل بساطة تضغط على الإنذار نفسه ويدخلك على جهازك في إدارة تخزين الجهاز، وبعدها تختار الألعاب
اللي موجودة عندك في الجهاز واللي تحذفها عساس تخلي في مساحة انك تقدر تحط اللعبة اللي جالس تحملها، وهذا شيء جديد جدا ما كان موجود بالتطبيق القديم، وهذا الشيء فقط على جهاز PlayStation 5 يعني PlayStation 4 ما تقدر تسوي فيه هذا الشيء. وبكل بساطة تختار اللعبة، هنا بنختار Death Stranding، حجمها 50 جيجا بايت طبيعي اني بمسحها، بعدين بحط حذف. وهذا شيء مهم جدا، لازم يكون جهازك في وضع السكون اثناء حذف اللعبه، ما يصير يكون الجهاز شغال لما تحذف اللعبه، عشان كذا تاكد ان الجهاز في وضع السكون وايضا الجهاز متصل بالانترنت دائما. هذا شيء تقدر تفعله من الخيارات في الجهاز، لانك لو ما سويت كذا راح يعطيك هذا الانذار اللي تشوفونه قدامكم. كل عليك تسوي بعد ما تسوي هذا الشيء تسوي اعاده محاوله، وبعد تجيك رساله تقولك ان الحذف جاري يرجى الانتظار. كل عليك تسوي الحين انك تنتظر، ولما تخلص بيقولك نجاح، يبدأ تنزيل اللعبة، راح يبدأ ينزل اللعبة بشكل تلقائي اللي كنت حاول تنزلها زي ما تشوفوا. وهذه كانت أهم الميزات والخصائص الجديدة في تطبيق بلاي ستيشن الجديد. أتمنى يكون عجبكم الفيديو، ولا تنسون شاركونا أراءكم تحت بالكومنت إذا عندكم أي أسئلة أو أي شيء ثاني تبونه. كما في هذا الشيحة، يعطيكم العافية ومع السلامة.